عندما نتحدث عن هؤلاء العظام إنما نريد أن يعلم الداني والقاصي، أن يعلم هؤلاء الشباب من هم صحابة الحبيب المصطفى، من هم الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته. نرفع راية الإسلام بالحب الذي جاء به الحبيب المصطفى. لما مات أنس ابن مالك قال أحد الصحابة: ذهب اليوم نصف العلم. إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك. ونحن أجدر ممن يخلف هذا الحبيب ويخلف هؤلاء الصحابة. من عصى الله فيك فما عليك إلا أن تطيع الله فيه. بالحب بدأنا وبالحب ننتهي، والله الموفق.